أول تسبيحة اللي هي تسبيحة موسى النبي سفر التزمير. ارصدي أيتها السماء فتكلم، ولتسمع الأرض كلاما من فمي، ولتنظر صوتي كالغيث، ولينحدر مثل الظل كلامي، مثل المطر على النجيل ومثل النسيم على العشب، لأني دعوت اسم الرب. اعطوا العظمة للرب إلهي، لأن الله أفعاله حقيقية وسبل جميعها عدل. الله صادق وليس فيه ظلم، بار هو الرب وطاهر. أخطأ إليه البنون المملؤون عيبا، الجيل الأعوج الملتوي، أبهذا تكافئون الرب؟ أنتم إذن شعب جاهل غير حكيم، أليس هذا هو أبوك الذي اقتناك وخلقك وجبلك؟ اذكر أيام الدهر وافهم سني أجيال الأجيال، اسأل أباك فيعرفك ومشائخك فيقولون لك. حين قسم العلي الأمم وفرق بني آدم، أقام حدود الأمم على حدود ملائكة الله، فكان حظ الرب شعبه يعقوب وجبل ميراث إسرائيل. عالوا في البرية في ظماء الحرب، أحاط به في موضع لا ماء فيه، وعلمه وحفظه كحدقة العين، كالنسر الذي يغطي عشه ويحب فراخه. بسط جناحيه فاحتضنهم وحملهم على منكبيه. الرب وحده، الرب وحده ساقهم، ولم يكن معهم إله غريب، وأصعدهم على عز الأرض، وأطعمهم من ثمرات الحقول، وأرضعهم عسلا من صخرة ومن الصفا، أخرج لهم دهنا وسمنا من البقر، ولبنا من الغنم مع شحم الخيام والكبال. ونتاج البقر والتيوس مع شحم الحنطة، ومن دم العنب شربوا خمرا، فأكل يعقوب وشبع وغلظ، وبطر الحبيب وسمن وسكر واتسع، وترك عنه الله الذي خلقه، وتباعد عن الله مخلصه. أسخطوني بالغرباء وأغضبوني بنجاستهم، وذبحوا للشياطين لا لله، إلههم لم يعرفها حديثه متأخرة، أتت الآن لم يعرفها أباءهم. الله الذي ولدك رفضته، ونسيت الله الذي أعالك، فرأى الرب وغار وغضب من أجل سقط بنيه وبناته، وقال إني أصرف وجهي عنهم وأعرفهم ماذا يكون لهم بالعاقبة، لأنهم جيل ملتوي، أولاد ليس لهم أمانة، هم أغاروني بالتي ليست آلهة، وأسخطوني بأوثانهم، وأنا أغيرهم بالتي ليست بأمة وبشعب لا فهم له. أسخطهم لأن النار تتقط في غضبي، وتحرق إلى أسافل الجحيم، وتأكل الأرض وثمراتها، وتلهب أساسات الجبال، وأجمع عليهم البلايا، وسهامي أفنيها فيهم، فينحلون من الجوع ويصيرون طعاما لطيور السماء والهندوان الذي لا يشبع. وأرسل عليهم أنياب الوحوش مع غضب زحفات الأرض. من خارج يجعلهم السيف بغير أولاد إلى الانقضاء، والخوف من داخل المخادع، الشباب مع العذارة، الرضيع مع الأشب الفاني، لأني قلت إني أبددهم وأبطل ذكرهم من الناس، لولا لأجل غضب الأعداء لألا تطول مدتهم، ولألا يقوم عليهم الذين يضدونهم، ولألا يقول العدو إن يدنا عالية وليس الله الفاعل لهذه كلها، لأنه شعب قد أضاع الرأي وليس فيه فطنة، لم يعقلوا ليفهموا هذه فليسلكوا إليها في الزمان الآتي. كيف لفرد الواحد ألفا والإثنان احتمال رفوة، لولا أن الله أسلمهم والرب دفعهم في أيديهم، لأن آلهتهم ليست كإلهنا وأعداؤنا جهلة، لأنه من كرم سدوم هو كرمهم وأغصانهم من عمورة. عنبهم عنب مر وعنقود المرارة فيهم، سم الأفاعي هو خمرهم، وسم التنين القاتل،
أليست هذه مجتمعة عندي ومختوم عليها في خزائني من يوم النقمة أجازيني بالجمال الذي تزل فيهم خدماتي لأنه قد اقترب يوم هلاكهم وهو كائن مهيئ له لأن ربي يقضي لشعبه ويشفق على عبيده لأنه رآهم مشلولين وفانيين لما نزل بهم وقال الرب أين آلهتهم التي أتكلوا عليها التي أكلتهم شحم ذبائحها وشربتهم خمر سكائبها فالتقوا ما تعنيكم ولتكن لكم نصرة انظروا إني أنا هو وليس إله غيري أنا أميت وأحيي وأضرب وأشفي وليس من يفلت من يدي إن أمد يدي إلى السماء وأقسم بيميني وأقسم بيميني وأقول حي أنا إلى الأبد. إني أسقل سيفك مثل البرق وطبق الحكم يديا أجازي بالحكم أعدائي والمبغضي أجازي سهامي أسكر من الدماء وسيفي يأكل لحما من دم المجرمين المجروحين والسبي على رؤوس أراخنة الأعداء افرحي به أيتها السماوات ولتسجد له جميع ملائكة الله افرحوا أيها الأمم مع شعبه وليتقوا به جميع ملائكة الله لأنه ينتقم لدم بنيه ويكافئ بالنقمة للأعداء ويطهر الرب أرض شعبه والسبح لله دائما. تسبيحا بعدها صلاه حنة وصفويل الدم. اعتز قلبي بالرب وارتفع قولي بإلهي اتسع فمي على أعدائي لأني فرحت بخلاصك فإنه ليس أحد قدوس مثل الرب ولا بار مثل إلهنا وليس أحد قدوس سواه فلا تفتخروا ولا تتكلموا الكلام العالي ولا يخرج كلام تعظم من أفواهكم لأن الله رب معرفة والأفعال تتهيأ له انكسرت قصي الأقوياء والضعفاء تمنطقوا قوة الشباعة من الخبز نقصوا والجياع شبعوا في الأرض لأن العاقل ولدت سمعة والكثيرة الأولاد ضعفت الرب يميت ويحيي يحضر إلى الجحيم ويسعد الرب يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم الفقير من التراب ويرفع البائس من المزبلة ليجلسوا مع رؤساء شعبي ويورثوا رؤوس العظم يعطي صلوات الذين يذهبون إليه ويبارك سبيل الصديقين لأن الرجل القوي ليس بقوته قوية الرب يجعل عدوه ضعيفا الرب هو قدوس لا يفتخر الحكيم بحكمته ولا يفتخر القوي بقوته ولا يفتخر الغني بغناه لكن بهذا فليفتخر المفتخر أن يفهم ليعرف الرب ويصنع حكما وعدلا في وسط الأرض الرب صعد إلى السماوات فأرعد وهو صديق ويدين أفطار الأرض ويعطي القوة لملوكنا ويرفع قرن مسيحي السحر لله دائما حقوق النبي يا رب سمعت صوتك فخفت تأملت أعمالك فبهدت يعرفونك في وسط حيوانين عندما تدخل السنون يعرفونك عندما يأتي الزمان تصحر وعندما تضطرب نفسي بالرجز فتذكر الرحمة يأتي الله من التيمن والقدوس من جبل فران مظلل أكثر من الشجر غطى السماء فضيلته وامتلأت الأرض من تسبحته وضوءه يكون كالنور والقرون في يديه وجعل محبة قوته سابقة تمشي قدام كلمته وتخرج وتخرج الله إلى السهول قام فتزلزلت الأرض نظر فزادت الأمم وانسحقت الجبال وزادت الأكامل الدهرية عوض التعب نظروا سبلك الدهرية نخاف مساكن الحبشة ومظل أرض مديان أتغضب يا رب على الأنهار أو يكون ركزك في الأنهار أو نهضتك تكون في البحر لأنك تركب على خيلك فتكون في أسيتك خلاصا وتوتر قوسك توترا على السحب قال الرب لتنشق الأرض بالأنهار تراك الأمم فتتمخض وجعا ويشدد مياه مساركه
أعطت اللجة صوتها عند ارتفاع خياله، ارتفعت الشمس والقمر وقفت بترتيبه للنور. تسير سهامك في ضوء غروب سلاحك، تسير سهامك في ضوء غروب سلاحك، بغضب تقذف الأرض وبريزة تزوب أمم. خرجت بخلاص شعبك لتخلص الذين مسحتهم، ألقيت موطن على رأس مخالف الناموس، وجعلت أساساتهم باطلة باطلة، وأقمت رباطاتك حتى الأعماق، قطعت رؤوس مخالف الناموس مع الأقوياء. بدهشة يتدللون في نفوسهم ويحتاقون الأعماق ويأكلوا من سبيل السلام. أطلعت الليلة على البحر وتعثر المياه الكثيرة، تعثر المياه الكثيرة، تحفظت واضطربت، واضطربت بطني من صوت صلاة شفتي، ودخل الرعب عظامي، واضطرب متاجي تحتي. قال له يكتب ايه؟
وتنمية الكتاب يضاف عليه من وقت لآخر. التسبيحة الأولى اتقالت في أول الخروج، والتسبيحة الثانية اتقالت في آخر الأربعين سنة. موسى جاي يموت فقال له غص الناس، راجع الموضوع. ما احنا مش ضامنين هنموت امتى، تنص نفسنا كل يوم ونراجع نفسنا في كل يوم. صلاتنا النبي وصلى يومان الرب الهي في بطن الحوت وقال: صرخت الى الرب الهي في ضيقتي فسمعني من بطن الجحيم، وسمع صوتي رحقني الى اعمال البحر واحاطت بالانهار. جميع أهوالك وأموالك جاءت علي، أنا قلت إني طرحت عن عينيك فهل أعود أنظر هيكل قدسك؟ انصبت علي المياه حتى نفسي وغطاني العمق الأقصى، غطت رأسي شقوق الجبال، ونزلت في أرض التي متاريسها مثبتة إلى الأبد. فلتصعد من فساد حياتي أيها الرب إلهي عند فناء نفسي. متى ذكرت رحمة الرب فلتأتي صلاتي إليك، إلى هيكلك المقدس حافظ الباطل والكذب. تركوا رحمتهم وأنا بصوت تضرع واعتراف أسبح لك كل ما نظرته، أعطي لك يا إلهي خلاصي والصبح لا إلهي. المسيح نفسه قال إن يونان رمز له، يروح يقولوا له مش تقول لنا أنت مين؟ يقول له مش هتفهموني، انما التعليم اللي اقوله لكم تعليم يونان. كما قعد يونان في بطن الحوت ثلاث ايام، انا اقعد في بطن القبر ثلاث ايام، وما يفهموهاش الا بعد ما يقوم ويحل الروح القدس. الامور نورت قدام عينيهم بعد حلول الروح القدس. صلاة يونان دي صلاة جميلة جدا، انه كان رمز للمسيح. بيسألوه ويقولوا ازاي انسان يقعد في بطن حوت؟ دلوقتي العلماء قالوا ان الحوت مثلا يفرق من 30 متر، رأسه حوالي 8 متر، وتنتهي بزور ضيع. فالحوت يفتح بقه يخش في بقه حاجات كتير، ينفخ تطلع الميه، يمتص الحاجة اللي كلها تدخل من الزور ده على المعدة. طبعاً الحوت عمر كده وجاي يمص يونان زور. وكان الحوت نفض المية، لو تشوفوا الحيتان وهي بتنفض المية نافضها. فيونان بص لقى نفسه جوه بق الحوت وحواليه عشب، فالعشب خلاه يعيش. فعرف انه في بق الحوت، لكن يعني متهيألي لو الحوت بلع واحد مننا، اولا واحد زي حالتي هيتنص على الحوت. انما الشيطان حوت وبيمص الانسان حته حته ويهضمه حته حته. ناخد بالنا كويس قوي ان المسيح اعطى مثل يونان
يعني رمز له هو. صلاة حزقية ملك يحوذا حين مرض وقام من موته: أنا قلت في ارتفاع أيامي إني أمضي في أبواب الجحيم وأترك السنين الباقية، قلت لست أنظر بعد خلاص الله على الأرض، ولست أنظر أيضا إنسانا من جنسي، تركت عني بقية حياتي فخرج ومضى مني مثل خيمة وقد حلها، روحي في صارت مثل منسج قد قرب قطعه في ذلك اليوم، أسلمت للغذاء كأني أسد هكذا سحق عظامي، من النهار إلى الليل أسلمت مثل سنون هكذا أصوت ومثل حمامة هكذا أهلك، عيني فنيتا من أن أنظر إلى علو السماء نحو الرب الذي خلصني ونزع وجع نفسي، يا رب من أجلها أخضرت وأيمنت نسمتي، عزيتني فعشت لأنك خلصت نفسي لكي لا تهلك، وطرحت وراءي كل خطاياي، فالآن ليس الذين يتكلمون ولا الأموات يباركون ولا الذين في الجحيم يتردون رحمتك، لكن الأحياء تباركني مثلي أنا، لأني منذ اليوم أصنع صبياني، هؤلاء يخبرون بعدك يا رب خلاصي، ولست أقف مباركا لك بمزمار جميع أيام حياتي أمام بيت إلهي وصلب الله دائما. صلاة منسى الملك مما أفسد ابن حزقية الملك البارع إن أباد أولاد الأصنام بما أفسى رجعها تاني، وفي الآخر ربنا قدمه إن هو هزم وسجن، فهو في السجن قدم توبة رائعة جدا وهو نموذج التوبة هنقرا عنها دلوقتي، وهو بيتوب ويرجع ربنا تاني، فخلص ربنا من شروره ومن أعدائه ومن عبادة الأصنام، وهكذا برضه تعتبر تسبيحة خمسية أخرى. يا رب يا رب ضاد الكل الذي في السماء إله أبائنا لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وزرعهما الصديق، الذي خلق السماء والأرض وكل زينتهما، الذي ربط البحر بكلمة أمره وخدم فمه باسمه المخوف والمملوء مجدا، الذي يفزع ويبتعد كل شيء من قدام وجه قوته لانها لا تحد عظم عز مجدك ولا يدرك غضب ركزك على الخطاه وغير محصاه ولا مدركه رحمه ارادتك، انت الرب العلي الرحوم طويل الروح وكثير الرحمه وبار ومتاسف على شر البشر، أنت أيضا يا رب على قدر صلاحك رسمت توبة لمن أخطأ إليك، وبكثرة رحمتك بشرت بتوبة من الخطاة لخلاصهم، أنت يا رب إله الأبرار لم تجعل التوبة للصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب هؤلاء الذين لم يخطئوا إليك، بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطئ، لأني أخطأت أكثر من عدد رمل البحر، قصرت لساني ولست مستحقا ان ارفع عيني الى السماء من قبل قصره ظلمي، ولست مستحقا ان انحني من اجل قصره رباطات الحديد، ولا ارفع راسي من خطاياي، والان بالحقيقه قد اغضبت ولا راحه لي لاني اسخطت ركزك، والشر صنعت بين يديك واقمت رجاساتي وأخسرت نجاساتي، والآن أحني ركبتي قلبي وأطلب من صلاحك، أخطأت يا رب أخطأت وأسامي أنا عرفها، ولكن أسأل وأطلب إليك يا رب اغفر لي ولا تهلكني بأسامي، ولا تحقد علي إلى الدهر، ولا تحفظ شروري، ولا تلقني في الدينونة في قرار أسفل الأرض، لأنك أنت هو إله الدائرين وفي أظهر صلاحك لأني غير مستحق، وخلصني بكثرة رحمتك فأسبحك كل حين كل أيام حياتي، لأنك أنت هو الذي تسبح لك كل قوات السماوات ولك الملك إلى الأبد آمين. صلاة جدا
في ذلك